حزمة من المشروعات القومية الكبرى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته الأخيرة بعد ما تم إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة. المشروعات الجديدة بتضم تنمية محور قناة السويس اللي هيستغرق سنوات من العمل، ده غير حفر 8 أنفاق وتطوير ميناء شرق بورسعيد وبناء مناطق صناعية على جانبي القناة وإنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وكمان مشروع تمهيد 3300 كيلومتر من الطرق، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة اللي مرحلتها الأولى بتوصل مساحتها 10,000 فدان، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وتزويدهم بالمرافق والطرق والأبار والمساكن. ده بالإضافة لمشروعات تانية عملاقة زي مشروع 1 أكتوبر ومشروع 1,000,000 وحدة سكنية. العامل المشترك في كل المشروعات دي هي قطاع المقاولات، ومع الكم ده من المخططات اللي المفروض تتنفذ في السنين القليلة اللي جاية، يبقى السؤال الأهم هو هل قطاع المقاولات المصري جاهز ومستعد للطفرة دي في الإنشاءات؟ وهل لدينا العمالة الكافية للتنفيذ والخبرات اللازمة للإنجاز في الوقت المطلوب؟ وهل الطلب الكبير على مستلزمات البناء في الفترة اللي جاية وفي مقدماتهم الحديد والأسمنت هيرفع أسعارهم ولا لا؟ زي ما جه في التقرير وسط كل المشروعات القومية اللي بتعلن عنها الحكومة دي هتتنفذ ازاي على ايدي عمالة مصرية، القائمين عليها فين؟ شركات المقاولات المصرية. هل قطاع المقاولات المصرية جاهز لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة؟ هل عندنا عمالة؟ واذا كانت موجودة هل عمالة كافية؟ واذا كانت كافية هل هي عمالة مدربة؟ ولا احنا هنيجي في لحظة نستعين بشركات مقاولات اجنبية وعمالة اجنبية؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة هيجيب عليها ضيفي الكريم المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصريين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ محمد. كلمني على قطاع المقاولات في مصر، هل هو قطاع قوي عافي في عمالة مدربة يقدر يشتغل، ولا قطاع نص نص وعنده مشاكل؟ أولا القطاع ده هو القطاع الوحيد اللي قدر صابر طوال الخمس سنين اللي فاتت وما تهزش. نعم. ما عملش اعتصامات، ما عملش ازمات، ما عملش اي حاجه بالرغم من قله الشغل، قله الفلوس اللي كانت موجوده، ومع ذلك القطاع فضل واقف طوال الخمس سنين اللي هم من يناير 2011 الى النهارده. القطاع ده قادر على استيعاب كل العماله اللي موجوده في مصر. قطاع قوي. هرب منه ناس كتير او خرج منه ناس كتير من السوق بسبب عده اسباب نتيجه الازمات اللي دايما بتضرب فوق القطاع. لكن القطاع نفسه موجود وقايم وقادر على انه يشد البلد لقدام. طب ايه امكانيات هذا القطاع؟ يعني احنا عندنا كم شركة مقاولات؟ عندنا قطاع التشييد والبناء يعمل فيه كم عامل مثلا؟ احنا عندنا تقريبا 45,000 شركة. 45,000 شركة بالظبط. ال 45 خرج منهم نتيجة الظروف اللي فاتت، الازمات اللي فاتت، اكتر من يمكن 20,000 شركة. 20,000 شركة بالظبط، وده رقم يعني نص الشركات المقاولات خرجت بالظبط بالظبط. اللي واقف النهارده وشغال هو ده اللي قدر يعدي المرحله الخمس سنين اللي فاتوا. لكن السوق النهارده فاتح ايديه لشركات المقاولات، الشركات استعدت الفتره اللي فاتت. احنا عندنا مشاكل كتير كقطاع، اول مشكله فيها مشكله العقد المتوازن، ودي الكارثة اللي هي دايما بتعمل مشاكل، مشروعات بتوقف، مشروعات ما بتكملش، وبناء عليه المشروع بيتأخر، وده الخسارة الرئيسية. أي مشروع بيتأخر معناه أن الفايدة المطلوب منها ما تعملتش. طب قطاع المقاولات ظهر فين؟ ظهر في مشروع قناة السويس. تمام. ظهر في مشروعات الطرق والكباري الجديدة. تمام. ظهر في حاجة تاني؟ كل حاجة. لا انا قصدي في المشروعات القومية الكبرى. اسكان الشباب اللي بيتعمل. الاسكان الاجتماعي. دي مشروعات كبيرة، مشروع وزارة الاسكان بتنفذه على مستوى مصر كلها، كل القايم بهذا القطاع قطاع المقاولات. هل احنا عندنا عمالة مدربة؟ دي مشكلة. تقدر تشتغل؟ دي مشكلة. احنا زمان كان العامل المصري ده احسن عامل في العالم. الدليل على كده ان تركيا خدت العمال المصريين الى الاستانة، وهم دول اللي بنوا الحضارة في تركيا. النهاردة العامل المصري في مشكلة رئيسية بيواجهها. احنا في مهن بدأت تضمحل زي بياض المحارة، النجارة،
ما عندناش العامل اللي عايز يتدرب. حضرتك النهارده في كارثه موجوده في مصر اللي هي كلنا مغميين عليها عينينا، اللي هي التوك توك. العامل بدل ما يروح يتعلم صنعه هيبذل مجهود ويتعب، انما بيركب ومواعيد والشغلانه سليمه ولا مش سليمه، والمهندس يستلم ويقول له ده صح وده غلط، هو بيركب توك توك وخلاص، ما ويجيب تمن اللي هو اليوميه اللي هو هيشتغل، ما بقاش محتاج ان هو يشتغل عامل ولا صنايع، ولا عامل ولا صنايع. احنا بنقابل مشكله كبيره في تدريب الناس، بندور على ناس ندربهم مش لاقيين. ليه؟ لان انت عشان تاهل العامل بتاخده من شغله، هو عايز النهارده كل يوم 100 جنيه يحطهم في جيبه، فلما بتدربه هو بيعتبر ان في 100 جنيه ما دخلتش جيبه. انتوا بتدربوه، اي نعم بتنفقوا عليه، لكن ما بتدلوش فلوس. بنديله عائد حوالي 25 جنيه تقريبا في اليوم. خلاف وجبه. عشان تعلمه ايه؟ صنعة مبيض محاره، او صنعه بياض محاره، دهانات، سباكه، نجاره، نجاره باب وشباك، كل المهن دي بندرب عليها. بس بيقابلنا مشكله الناس مش عايزه تتعلم. احنا بنديله شهاده يقدر يشتغل بيها بره مصر. طب ما ده يعمل عندك عجز وتراجع هنا، يعني لما يجي مشروعات كبيره الحكومه او الصانع او الطالب المشروع. تمام. زي العاصمه الاداريه الجديده. تمام. لو جت الشركه الاماراتيه الشهيره خلاص تستعين بشركات صينيه وبنغاليه. الشركه الاماراتيه اللي هي اللي احنا عارفينها دي مش هتقدر تعمل حاجه غير بشركات المقاولات المصريه. لان هي مش شركه مقاولات، هي شركه اداره، وبالتالي هياخد كل الناس اللي موجوده جوه القطاع ويديهم مشروعات على كل واحد على قد حجمه. احنا محتاجين ان القطاع يفوق بشويه حاجات بسيطه. ايه هي؟ وهل الفوقانه منكم ولا من عند الحكومه؟ من الحكومه طبعا. النهارده حضرتك في مشكله اسمها التامينات الاجتماعيه. نعم. دي كارثه في مصر واحنا بنضحك على بعض فيها. فين حقوق العامل؟ العامل ما بياخدش عندك انت كصاحب شركه. انا صاحب شركه مش متامن عليه. مش متامن عليك انت؟ مش متامن على العامل اللي بيشتغل في الموقع. ما انت اللي هتروح تامن. بنامن كل يوم، بياخد الحكومه بتطلع نسب بندفعها على العمليه. يعني حضرتك النهارده سي مثلا عندك عمليه بمليون جنيه، بتدفع في التامينات الاجتماعيه نسبه حوالي 2.7 لانصم كده على العمليه كلها. المفترض ان دي بتغطي العماله الغير منتظمه اللي هي بتشتغل وملهاش تامين عمل. طيب العامل ده لما بيتعور او لا قدر الله بيموت او بيجرى له اي حاجه، مين اللي بيقف جنبه؟ شركه المقاولات اللي شغال فيها. والتامينات اللي خدت الفلوس اللي هي نسبه 3% او 2.7. انتوا ما عندكوش تامينات اللي هي خصم من الراتب 40% من الاجر ده الاساسي؟ ده عند الجهاز الاداري اللي شغال في قطاع المقاولات. يعني انا كشركه مقاولات عندي مهندسين، محاسبين، سكرتاريه، مندوبين، ده اسمه الجهاز الاداري اللي قايمه عليه شركه المقاولات. لكن شركه المقاولات مش مامن على سباكين ونجارين، مش كل انتوا بتجيبوا عماله حرفيه من السوق من بالزبط الشارع. بالظبط بالظبط. يعني عندنا مقاولين صغير، يعني بدل ما هو سباك فبيبقى فيه مقاول سباك. طب مقاول السباكه ده بيجيب الناس بتوعه بيجوا يشتغلوا. ما تقدرش انت تامن على كل دول. مش هنامن على طب كل ايه اللي بيحصل بره؟ يعني لان احنا ما بنخترعش العجله. ما بنخترعش العجله، ما فيش عامل في اي حته في العالم ملوش كارت في التامينات الاجتماعيه. بطاقه عامل. النهارده حضرتك لو في اي دوله في العالم هتيجي عندك لمبه باظت عايز تغيرها، قبل ما يخش لك العامل اللي هيغيرها بيوري لك الاي دي بتاعه ان هو مؤهل انه يصلح الكهرباء. نعم. انت عندنا بلية ومش عارف ايه وكل الفهلاوه اللي احنا شغالين عليها. طب هل احنا عندنا معاهد فعلا لتاهيل العمال؟ في عندنا في وزاره الاسكان حوالي 70 مركز على مستوى الجمهوريه. مقاولين العرب عندها مركز. شركات كبيره زي يعني من الشركات المقاولات الكبيره في مصر عندهم اكتر من مركز، ويعني ممكن اذكرهم لك زي شركه سما كريت. شركات كتير عندها مراكز تدريب، لان التدريب ده هو القادر على انك تنفذ بيه. العامل بتاهله هتخليه قادر انه ينفذ المشروع بتاعه.